بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي بفضل الله هنبدأ نضيف بالفعل. خلاص احنا عملنا يعني حاجات كتير قوي، فخلينا نفتح signup.ring وsignup.html ونروح على signup.ring. اوكي، زي ما احنا ما شايفين بفضل الله احنا وصلنا له حتى الآن. طبعا اول حاجة لازم تتأكد ان هو داس على الزرار عن طريق الإفاية دي. بعد كده دخلنا جمعنا كل القيم مع ازالة السنجل كوت منها ووضعها في متغيرات. بعد كده اختبرنا المتغيرات، واختبرنا اول حاجة ان هو مش موافق على الشروط وظبطنا الاخطاء. وبعد ما اختبرنا قلنا بقى لو خرج سليم، ما هو معنى ان هو خرج فاضي ان هو خرج سليم من الاخطاء دي كلها. لو خرج سليم يدخل هنا ينفذ، إلس يعرض الايه الاخطاء. فلما دخل نفذ كوننا جملة وهي الـ str insert، متغير str insert بيساوي insert into user values كذا 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 كوناها، ولكن لم نختبرها. لم ايه؟ لم نختبرها، ما اختبرناهوش. زي ما احنا ما شايفين دي الجملة قدامنا بس لم يتم ايه اختبارها. فدلوقتي عايزين نختبرها. خلاص هنيجي هنا نقول له، طبعا انا مش هقول له رن لسه ما استدعيتش الداتابيز، انا عايز استدعي الايه الداتابيز. فلود انا مش هحتاج الاس تي دي ليب هنا، انا عايز الدي بي دي. ممكن حاجه كنت انا بجرب في البروجكت ونسيتها، انا فاكر ما عملتهاش معاكم اس تي دي ليب هنا يعني. المهم انا عملت ايه دي بي دوت ايه دوت رينج. خلاص فوق حسونا ويب دوت رينج، فوق حسونا ويب دوت رينج، بكرر فوق حسونا ويب دوت رينج. خلاص وادي سيف، اجي هنا بقى اشتغل بقى اقول له خلاص الدي بي اللي عندي يبقى رن ماشي، ونفذ لي ايه الاس تي ار انسرت بتاعتنا ديك، ونشوف ايه اللي هيتم. يعني انا عايز اعرف ايه اللي هيتم. فممكن في وسط الشغل ممكن نقول له ممكن تكست لو سمحت، تكست ولا حاجة تمام، على اساس ابقى عارف بس ايه اللي حصل. يعني يعرض لي تكست ايه اللي حصل، انا لسه ما عملتش حاجة، انا لسه كل اللي انا بعمله دلوقتي اختبار للجملة ولا اكتر ولا اقل، ما عملتش حاجة تاني خالص يعني. فخلينا طبعا قبل ما نجرب، انا ما اعرفش هتشتغل ولا لا، خلينا نشغل البوست جري. خلاص ونفتح السيرفر بتاعنا اللي احنا شغالين عليه، ونفتح الداتابيز ونفتح اليوزر. كليك يمين على اليوزر وهقول له من فيو اديت داتا، اقول له اول روز، مفيش صفوف عندي خالص. خلاص خلينا بقى نجرب الكلام ده. اجي عند ساين اب دوت رينج وادوس على ران الاباتشي سيرفر ونشوف ايه الموضوع ده. هندخل نفس البيانات اللي كنا بنجرب بيها قبل كده بتاعت وائل. خلاص وهندخل يوزر نيم والباسورد من 1 لـ 6، ومش هعلم على الشروط وهدوس ساين اب. اوكي قال لي ايه، لا وافق على الشروط الاول ماشي. فهندخل كل الكلام ده والباسورد اهو من 1 لـ 6. خلينا بقى المره دي نعلم على الشروط وندوس ساين اب، ايه اللي هيحصل؟ كتب لي تحت 1، ايه ده؟ ده اتنفذت ما شاء الله تبارك الله. طب خلينا نجرب بقى نصدق كده. تمام، بفضل الله بفضل الله بعد دروس طويلة بفضل الله تم الإضافة بنجاح فعلا بفضل الله. 1 لوحده، وائل، عزة، جيزة، جيزة 2، جيزة 3، جيزة 4 للتجربة. خلاص والزد اي بي كود تمام، والايميل تمام، واليوزر نيم تمام، والباسورد تمام. طبعا مع الباسورد، مع الباسورد عندك في الدوكيومنتيشن بتاع الرينج عندك يعني طرق للتشفير، تعمل بقى هاش تظبط، مهم تشفر الباسورد بحيث تشفره وانت بتسجله، ولما تجيبه من الداتابيز تفك التشفير. ده براحتك يعني، اعمل اللي انت عايزه. انا كده عامله من غير تشفير للتسهيل. يعني انا لو تلاحظوا انا مش عايز اتجه ناحيه التامين والسكيورتي لان ده هياخد مننا مجهود وشرح و و و
فحتى الان انا مبسط لك القصه. بص خد بالك، اللاست لوجن لوحدها بقت نال، دي ما ينفعش تبقى نال لان انا عاملها مش نال، لكن دي عشان قلت له ديفولت وانا اقول ما قلتلهاش يعني ان هي نوت نال، فلوحدها اتسجلت بنال لان هو الراجل ما عملش لوجن اصلا. يعني دي ما دام بنال يبقى الراجل ده ما عملش لوجن خالص. از ادمن؟ لا مش ادمن، انا مش هعمل حد ادمن اصلا لان انا ما عملتش اداره. خلاص. از اكتف؟ الراجل لسه مسجل عندنا فهو اكتف. وقلت لك وانا بشرح موضوع الاكتف، قلت لك لو عايز توقف الاكتف بتاعته على مرحله او خطوه تبعت له اس ام اس، لو اشتريت باكج تبعت له ايميل، براحتك تعمل اللي انت عايزه. خلاص كده؟ طيب لغايه كده بفضل الله تمام معانا كده، الخدمه تمام. نجرب واحد تاني بنفس الصفحه، يعني نفس اللي احنا عملناه، بس معلش بقى المره دي بقى خلينا بقى واقعيين. جربتها خلاص، شيل بقى التكست اللي بتعرضه تبعها، خلاص مالناش دعوه بيه خالص. وهعمل ايه؟ هقول له اف اف، انا بجرب معاك اهو، اف لو دي راجعه بواحد، لو دي راجعه بواحد اعمل ريدايركت للصفحه. اوكي نسيناها ولا ايه؟ اهو ريدايركت لصفحه ايه؟ اوكي دوت رينج. خلاص. لو راجعه بواحد، خد بالك انا بجرب معاك اهو، هجرب، انا هجرب تاني، هجرب اضيف واحد تاني. ماشي اوكي. خلينا ندخل بقى ايه، احمد علي اوكي كايرو تمام، كايرو واحد، كايرو اتنين، وادي كايرو تلاتة، كايرو اربعة، وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهنا احمد ات جيميل دوت كوم، وهنا اليوزر نيم احمد، والباسورد من واحد لستة، وهوافق على الشروط وهدوس ساين اب. بفضل الله تمام، بفضل الله فعلا نفذ العملية ولقاها بواحد. يعني هو مش هيجي هنا الا لو كتب واحد، خد بالك من دي، يعني لو حصل اي ايرور مش هيعتب الصفحة دي خالص، خدت بالك؟ خلاص انت كده عملت ايه؟ سجلت حساب، خلاص فرحنا لك، قال لك the operation completed successfully. براحتك بقى، عايز تحط له هنا هوم، عايز تحط له برودكت، تعمل اللي انت عايزه. ادي هوم اهي، الموقع قدامك، اعمل فيه اللي انت ايه، اللي انت عايزه. كده بفضل الله احنا جربنا معاكم الاضافه، يعني كده بفضل الله الاضافه تمام تمام تمام. خلاص. في حاجه برضو عايز انبه عليها، وهي ان انا دلوقتي لو رحت في الساين اب ودخلت بيانات زي كده، اوكي دخلت بيانات زي اللي احنا شايفينها دي مع التغيير بقى، يعني مثلا حاجه زي كده، اوكي اي حاجه، ومش هعلم على الشروط، يعني مش هعلم على الشروط، وهاجي ادوس على الساين اب اهو، وعمل ايه؟ طلع لي خطا بس مسح كل اللي انا سجلته. ده نعالجه ازاي؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله المره الجايه مع بعض.